هذا والتقى اللواء ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع. وأشار سموه إلى ضرورة تبادل الأفكار والآراء بين المسؤولين وخصوصا في ظل أوضاع منطقة الشرق الأوسط، كما أشار إلى أهمية عرض آراء الأطراف التي تعيش ضمن هذه الرقعة الجغرافية والتأكيد على متابعتهم للتطورات العسكرية المحيطة بهم. هذا وناقش سموه عددا من الموضوعات والاهتمامات المشتركة. من جهته شكر معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الاستقبال، مؤكدا أن مؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع يعد فرصة لالتقاء الخبراء في موقع واحد لتبادل الخبرات، وأشاد بمستوى المعرض والمؤتمر وما تم تقديمه من قبل الشركات العارضة من معدات عسكرية حديثة ومتطورة.